في إطار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق نادي هلال القدس في العاصمة، كان من الواجب على هذه المؤسسة العملاقة أن تسلط الضوء على ذوي الهمم في القدس لدمجهم في المجتمع من خلال المخيم الصيفي إضاءات مقدسية. أجت فكرة المخيم لنلقي الضوء على ذوي الإعاقة بمدينة القدس، لأنهم أعطوا للقدس كتير، كان لهم وقفات بالوقف التضامنية على أبواب القدس، البوابات وباب العمود، كانت إحدى الكفيفات كمان باب العمود وباب الأسباط عند البوابات، كانت كمان استشهد كمان يد الحلاق غادة على أبواب القدس من ذوي الإعاقة بطريقة وحشية بطريقة همجية. من هون نعطي ضوء إنه ذوي الإعاقة كمان من حقهم يعبروا ويدافعوا عن مدينتهم بالقدس، وهي مدينتهم والقدس لهم والأقصى لهم. من هون أجت فكرة إقامة هذا المخيم. ولأن القدس لها خصوصية عن باقي المناطق الفلسطينية، فالرؤية لدى نادي هلال القدس أن يتم التركيز على هذه الفئة المهمة وتعزيز دورهم في سبيل صمود أهالي القدس. أنا اسمي رزان رشا، هاي رسمتي كاتب فيها راس قلب حب يا وجدان ولأمي وللكل. أصحاب الهمم العالية هم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع، لديهم إمكانيات وقدرات تمكنهم من الاندماج سريعا في أدق تفاصيل المجتمع، ورؤية نادي هلال القدس أن يتم تفعيل دور الفئات المختلفة في فلسطين عامة وفي القدس خاصة لتوحيد الطاقات في سبيل رفعة المجتمع. المسجد الأقصى بالنسبة لنا عقيدة وخط أحمر، ممنوع أي حد يطب في المسجد الأقصى، عقيدتنا وديننا وشعارنا، هذا إحنا للناس الأسوياء ولذوي الإعاقة. للمركز الإعلامي لنادي هلال القدس، عثمان الشعيبي، مدينة القدس.